واحد بيقول ايه على الغسل بالميلاد الثاني الاخ، بيقول ان اراد احد ان يعكر المحيط بالسكب قليل من احد الالوان هل يمكن ان يتغير لون هذا المحيط؟ وهكذا هل يمكن ان يعكر صفو الجسد بعد غسله بالميلاد الثاني بالمعمودية؟ انا بقول لكم بتغتسلوا في المعمودية، لان الله حينما يعطي نعمة لا يسحب نعمة اخرى. عندك نعمة الميلاد الجديد لا يسحب منك نعمة الحرية، وإلا ما تبقاش على صورة الله مثال، فما بياخدش منك الحرية، وبالحرية ممكن انك تخطئ. لكن علشان ربنا يعالج الموضوع ده اوجد التوبة بعد المعمودية عشان اللي يخطئ تغفر له بالتوبة. يقول فأيهما يؤثر على الآخر، الخطية أم البر الذي نلاه بالمعمودية؟ موجود البر وموجود الخطية وموجود الحرية، ويبقى عليك أنك تستخدم القوة اللي أخذتها في الميلاد الثاني. لكن ممكن هو كل الناس اللي تولدوا ميلاد ثاني ما أخطأوش. هو يوحنا الرسول لما بيقول ان قلنا اننا لا نخطئ نضل انفسنا ما كانش متعمد. ممكن بعد المعمودية الواحد يخطئ، واحنا اي انسان بنصلي عليه من الذين تعمدوا، لان اللي ما تعمدوش ما بنصليش عليه. بنقول لانه ليس احد بلا خطية، ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. فالخطية ممكن.